صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 12 لسنة 2021 بإعادة تسمية ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية، وبموجبه تعاد تسمية ديوان الخدمة المدنية ليصبح جهاز الخدمة المدنية، ويتبع مجلس الخدمة المدنية، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.